السلام عليكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شروق تيفي. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من مسابقة رمضان. مسابقة رمضان هي مسابقة ثقافية دينية، وبالنسبة للجوائز فهي عبارة عن وسائل عبادة. أما بالنسبة لقانون اللعبة فراه كنعطيو كل متسابق سؤالين، إلا جاوب على سؤال واحد كيربح معنا تسبيح رقمي، ولا جاوب على سؤالين كيربح معنا تسبيح رقمي زائد سجادة، ولا ما جاوب على حتى شي سؤال كنعطيو السؤال الثالث اللي هو سؤال ثابت في جميع الحلقات، واللي هو سهل جدا واللي يقدر اي واحد انه يجاوب عليه. بقاو معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سنغال. سنغالي. تبار الاوروف. وي. نيغاداف. ماغي في. يانغي سيديام. ماغي سيديام. يعني نوس. ماغي نوس. سانتي الله بوباخ. سانتي الله بوباخ. ناكا سوفاسي. سوفاسي. شاركي معنا في واحد المسابقه. نسولك سؤال تجاوبيني. وي صلي. المهم عندنا ما كتعرفش العربيه داك الشيء عشان نسولها السؤال واحد ونعطيوها التسبيح. شحال من صلاه كاينه في النهار؟ خمسه. خمسة شنو هما؟ فجر، تيميس، فجر، تسبار، تاكوسان، تيميس، جي. جي هادو قلتهم لنا بالسنغالية بألوف. تبارك الله عليك، شكرا بزاف. شكرا. هاي التسبيح ديالي. شكرا. يلا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخ. كيداير اخو بخير؟ الله يحفظك. عواشر مبروكة، رمضان مبارك كريم. عيد ودعاود الله يرحم والديك. شارك معنا في واحد المسابقة قرب شوية. الله يا اخي. المهم غنعطيك جوج أسئلة، جاوبتي على سؤال واحد كتربح معنا تسبيح رقمي. جاوبتي على سؤالين كتربح معنا تسبيح رقمي زائد صلاية سجادة. بالنسبة للسؤال الأول، كم كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام ملي تزوج بخديجة؟ ملي تزوج بخديجة. ما عرفتيش. بالنسبة للسؤال الثاني نعطيك سؤال سهل بزاف باش تربح معنا، كم من صلاة مفروضة كاينة في النهار؟ خمسة صلوات. جواب صحيح. تبارك الله عليك. شكرا بزاف. الله يحفظك. تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيداير أخ بخير؟ كلشي مزيان؟ الله يعطيك الخير أسيدي. كيداير مع الحركة شوية؟ قضي الغرض. الله يجيبتي السير. شكرا. معنا في واحد المسابقة. إن شاء الله أسيدي. المهم بالنسبة للقانون المسابقة عندنا سؤالين، جاوبتي على سؤال واحد كتربح معنا تسبيح. نعم أسيدي. جاوبتي على سؤالين كتربح معنا سجادة. نعم أسيدي. ما جاوبتي على حتى شي سؤال كنعطوك السؤال الثالث اللي هو سهل بزاف باش ضروري تربح معنا. نعم أسيدي. المهم بالنسبة للسؤال الأول، ما هي كم عدد أشهر الحرم وما هي؟ أشهر الحرم أسيدي محرم، ذو القعدة، ذو الحجة، وصفر. لا ورجب. رجب ياك. نعم أسيدي. أعطيك السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني، من هو أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ أبو بكر الصديق. جواب صحيح. شكرا. تبارك الله. تبارك الله عليكم. تربحتي معنا تسبيح. شكرا جزيلا. شكرا. الله يعطيك. الله جبتي السير. بارك الله فيك. شكرا أسيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيداير الخوي بخير؟ الحمد لله كلشي بخير. كلشي مزيان. عواشر مبروكة ورمضان مبارك كريم. عليك أخاوي الله يرحم والديك. مرحبا. تشارك معنا في واحد المسابقة. بسم الله على بركة الله. مزيان. المهم بالنسبة لقانون المسابقة عندنا نعطيك جوج أسئلة، جاوبتي على سؤال واحد كتربح معنا تسبيح رقمي، جاوبتي على جوج أسئلة كتربح معنا سجادة. ما جاوبتي على حتى شي سؤال كنعطيك واحد السؤال الثالث اللي هو سهل بزاف باش تربح معنا التسبيح ان شاء الله. صافي. بالنسبه للسؤال الاول، من هو احب الناس الى الرسول عليه الصلاه والسلام من الصحابه؟ ابو بكر الصديق. جواب صحيح. جواب صحيح. بالنسبه للسؤال الثاني، كم من نبي ذكر في القران الكريم؟ 26. جواب صحيح. مبروك عليك. انا السؤال الاول، انا واش بغيت دير ديديكاس؟ ديديكاس نعملو ديديكاس للدراري تيتوان كامله والدراري تسوق سعيديه، خو ايمن، يوسف، بلال، بابا، وسعيد تكا، الدراري ديالنا تحياتي واحد واحد. يلا شكرا. تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يوفقك. وهنا كتسالي الحلقه ديالنا، الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم وبغيتوا تتبعوا معنا جميع الحلقات، ما عليكم الا تلتحقوا بعائله شروق، وذلك بالضغط على زر الاشتراك في اليوتيوب وفي جميع منصات التواصل الاجتماعي. ولا تبعتوا معنا جميع الحلقات غتعرفوا الجواب ل 61 سؤال. الى اللقاء، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.